بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اليوم إن شاء الله حنكمل قصة HTML، رح نحكي عن الديف اللي هو أكتر عنصر رح تستخدمه بحياتك أو بحياتك البرمجية. باختصار، ديف هو مثل عنصر بحط جواه عنصر تاني. خلينا نعطي مثلا، أول شي رح نروح على شو، على حيلا موقع. انا رح افتح جوجل كروم، استنى شوي، افتح على جوجل كروم او حيلا موقع افتحه. رح نشوف انه في بقلبه كتير كتير ديفات، بس جوه الديف في بقلبه ديف. خلينا نفتح شوف، مثل ما شايفين هيا هون في ديف، هيدا الديف تلاقي بقلبه ديف. هو شو فات الديف؟ مثلا انت عندك هيدا المطرح، بس هاي من هون هيك لهون، بدك تحطها بقلب مكون واحد. مثلا بتحطها انت بقلب ديف، برجع بقلبها تحط بقلبها ديف، مثلا بحط بقلبها هيدا، برجع بتحط بقلبها هيدا، وبقلب الديف مثلا بتحط ديف تانية. يعني مثل ما شايفين ما بيخلص او بيخلص الديفات، بضلك تحط ديف وتلاقي غيره، بس ديف. يعني مثل ما قلتلكم هو اهم عنصر عنا هو الديف. طيب خلينا نشوف كيف نكتبه. اولا تكتب كلمة ديف، تكتب ستاب، فهو الحالة بيضيع كلاهك، وبتكتب بقلبه للديف كلاس مثل ما اخذنا بالدرس السابق. مثلا بدي اسمي انا ديف، طيب رح اسميه ديف. رح انزل هيك تحت، اكتب مثلا بقلبه باراجراف، رح اكتب بقلبه قال حكتب قلبه مثلا برمج، هعمل سيف لحد نشوف تحطه. تشوف فيك كيف كتبه، يعني هو ما بيصير شيء، بس بالتنسيقات هي اللي بتفيد الدم، وتفيد كتير 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 بشكل مش طبيعي الدم. وكمان لحكي هون مثل ما قلنا آي درس سابق، إذا أنت ما شاهدت الفيديو فيك تروح تشوفه عنا بالقناة، رح تلاقي درس الديف اللي هو كان بكورس HTML. طيب هيدا فايدة الديف. نحن كمان عن قلنا عن هول الاتريبيوت، هيدا هو الاتريبيوت. رح نشوف بعض الاختصارات بكيف انه تكتب ديف. طيب في اختصار انك تكتب دوت وتسمي اسم الكلاس اللي بدك اياه. مثلا انا حسام محمد، بكبس تاب، مثل ما شايفين عمل لي ديف وبقلبه كلاس اسمه محمد، مثل انا عملته. خلينا نرجع نجرب مره ثانيه، حكتب انا دوت يلي هي نقطه، بس انا اللي حكتب جواتها ديف، بس كتبت هيك. فعمل لي كلاس، اعمل لي ديف عفوا بقلبه كلاس اسمه ديف. هيدي اختصار كتير كتير مفيد. بقى ما تقعد تكتب ديف مثل الكتابة التقليدية، تكتب ديف ديف، ترجع ترجع لهون تكتب كلاس، تحسوا انه طبعا اسهل بكتير هيك. انه اذا انا بدي اكتبها كنا عم نقابل شوي. طيب خلينا بصور شي، نجرب نكتب دوت سان. عفوا هو مش لازم يكون في سبيس ليقبلها، بس انا رح اسميها هيك. يا جوستاب، انتو شايفين عمل لي هذا، بيعمل لي ديف بقلبه كلاس اسمه برمجتك. هذا يعني هو الديف. ففينا نحط هلا هون باراجراف، ساكتب فيه، راح احط جواته
باراجراف كمان كنا نكتب فيه. راح نشوف كيف صارت. شايفين هي كتبها هيدي ديف هيدا. بس انا اذا هلا عملت تنسيق رح نسق رح بالسي اس اس. انت طبعا مثل ما قلت لكم كل مره برجع بعيد انه انت ها، بس انا عم فرجيك شو فايده تطلع الديف. فانا رح انزل اكتب هون بدي هي هالديف، اكتب مثلا بقلبها كولر. انتو شايفين طلعون كل اتنيناتهم لانه هيدي ديف. رح اكتب اي باك جراوند عشان تبين اكتر. سميها مثلا هيدا اللون، حطو منظر عم نستخدمه. انتو شايفين طلعون كلها يعني هيدي ديف. بس فيك تحط بقلبها كذا شغلة وكمان اذا انت عندك في هون بس شي مثلا في عندك تنقل منتج، انت عندك موقع لستور في منتج، في منتج بقلب المنتج بتلاقي بقلبه العنوان وصورة المنتج واللينك تفوت عليه بتلاقي بقلبه كذا شغله. فهو شو بيكون ديف برجع بقلبه ديف تاع الصورة، برجع بقلبه ديف تاع اللينك، بيجي بقلبه كذا كذا ديف. فهيك هون بفيد الديف يعني مثلا شايفين. هلا خلص درسنا هيك. اتمنى اذا انت مشترك بالقناة تنزل اسفل هيدا الفيديو تشترك بالقناة وتفعل زر اللايك وتعمل لنا شير لاصدقائك وكمان تفعل زر الجرس ولا يصير لك كل جديد. كان في قناة لصديقي بالوصف فوت شير فيها، فعل زر كمان قلبك. السلام عليكم.